الخدمات المالية. انا غادي نهضر على التربيه الاسلاميه. بالنسبه للوزاره كانت يعني كان الوزير دار واحد المذكره كما شافوا المغاربه كلهم في الصباح وتحدفت في العشيه ديال التربيه الاسلاميه اللي يقوى عليها اللغط اللي هو ماشي في محله. ان الوزاره كانت قررت في المنهاج المنقح هادشي اللي ما عارفينوش الناس والمغاربه ان قررت دير تعلمات الاساس في الامتحان في امتحان التساس اللي خصو يتلغى. هذاك الامتحان التساس لا معنى له لان نسبه النجاح ديال لان نسبته 25%. فانا غنهضر على المستوى السادس وفي المستوى التاسعه ما تحدفاتش التربيه الاسلاميه من المقرر، تحدفات من الامتحان لان ارتكزت على التعلمات الاساس اللي هي اللغات والعلوم والرياضيات، هذه هي التعلمات الاساس. فاش ناض ديك الهيلاله وتحدفات المذكره في العشيه هذا كيدل على العابات. الا بغيتي تدير المذكره ولا دير شي قرار خصك تبرره تربويا وديداكتيكيا، والا حذفتيه خصك تبين لنا علاش حذفتيه وباش من تبرير تربوي ولا ديداكتيكي. اما باش تجي دير تقول غنحيد وتعاود تولي ترجع هذا راه العبث الذي ما بعده عبث، عبث بابنائنا بابناء المدرسه العموميه بالدرجه الاولى، لان الخواص والاخرون عندهم تصريفات اخرى، ولكن ابناء المدرسه العموميه يعانون. انا خصو يتحدف داك الامتحانات الشكليه والعبثيه لهاد الاطفال هادو. اكواسغ ان الطفل ديال 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 12 عام يدوز امتحانات في هاد المواد هادي، وعلاش علاش ما دارش يعني العلوم ما تركزش على العلوم والفنون؟ واش هاد المواد ما عندهاش اهميه؟ يعني هنا كيبان لنا يعني التعليم ديالنا فين واصل، انك تدير مذكرات وتعاود تحذفها ودير وتقول راني كندير التربيه الاسلاميه وتعاود تحذفها، انا يعني العبث الشديد بغض النظر على الموقف ديالي انا الخاص من التربيه الاسلاميه، انها ماده انا في نظري خصها تكون ماده اختياريه، ماده التربيه الدينيه خصها تكون اختياريه. انا كمفتشه تربويه هذا قرار ديالي الشخصي، ولكن للاسف الشديد كنلقاو يعني شحن المتعلمين، وماده التربيه الاسلاميه راه معروف انها فيها الشحن فيها التلقين اكثر من اي شيء اخر، ما كتعلمش القيم الكونيه والحقوقيه العامه، راها ماشي غير في التربيه الاسلاميه، راه كاينه في اللغات، كاينه في العلوم، كاينه في الرياضيات، كاينه في جميع المواد. كنتمنى ان الناس يعني المغاربه يفهموا هذا الشيء هذا ويفهموا هذه الرسائل هذه اللي كتهدف بالدرجه الاولى الى تدمير المدرسه العموميه، القضاء على تعليم ابناء الفقراء. شكرا. الا في هذا البلد بالتالي حنا كنسقيو جميع المطالب المشروعه التعليميه.